القرن الماضي ده بيفتح لنا الباب واسعا امام النوستالجيا، الفقره المحببه. زي النهارده يوم 24 مايو، ولكن من عام 1938 ده كان يوم ميلاد اسم مهم جدا ما يتنسيش، مروان كنفاني، حارس مرمى النادي الاهلي في مرحله الستينيات من القرن الماضي. هو من مواليد مدينه يافا الفلسطينيه، هاجر مع اهله الى لبنان ثم الى دمشق. بعدها ابتدى مشواره الكروي في مدارس دمشق حتى انضم لنادي اهلي دمشق، ثم لعب لمنتخب الجامعات السوريه ولعب امام منتخب الجامعات المصريه وتالق، بيضم في نهايه الامر النادي الاهلي، الكلام ده تحديدا سنه 1960. خلينا برضو نكمل بعض المعلومات عن مروان كنفاني، لان هو برضو اسم كبير زي ما كريم قال. هو لعب في حتى نهايه خلينا نقول موسم 71 و72، الفتره دي كمان خلالها ساهم يعني في فوز الاهلي بشكل كبير جدا، كان بطولتين للدوري العام وبطولتين لكاس مصر وبطوله كاس الجمهوريه العربيه المتحده، وبعد كده بقى اتجه زي ما قلنا للعمل الدبلوماسي في جامعه الدول العربيه، وبعد كده للسلطه الفلسطينيه، وصل نائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني. ومعلومه كمان بقى زياده لو عايز تعرفها، ارجوك، كان متجوز الاعلاميه طبعا اللامعه يعني نجوى ابراهيم كمان في فتره. والله المعلومه دي انا فعلا اول مره اسمعها. بس مش كل الناس كانت عارفه ان اسم مروان كنفاني مرتبط دايما بالقضيه الفلسطينيه من زمان، وبفلسطين كدوله وكحكومه من زمان، بس فكره انه كان بيلعب في النادي الاهلي مش كل الناس عندها المعلومه دي. دي نقطه مهمه جدا، وفكره كمان ان هو كان متزوج ب يعني نجوى ابراهيم، لان الفتره دي كان كتير من لعيبه الكوره يمكن بعدها برضو كانوا بيتزوجوا اعلاميات او شخصيات يعني public figures او معروفين. يعني فتره كان في كتير حاجات زي كده. دي كانت معلومه جديده عليا الحقيقه. كلها طيب. كتير